أقيم يوم الأحد في العاصمة الجزائرية حفل زفاف جماعي ل14 زوجا من العاملين بشركات صينية في الجزائر. عمل الحفل برعاية السفارة الصينية ورابطة الشركات الصينية في الجزائر. يصادف يوم الأحد الذكرى 68 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وهو تاريخ اختاره المنظمون لهذا الحدث على وجه التحديد للدلالة على مفهوم السعادة المزدوجة. وبرفقة 5 فتيان وفتيات حبيبة قاتل الأزهار، تقدم الأزواج الجدد عبر ممر المزهر لدخول مكان الحفل، حيث استقبلهم مئات الأصدقاء والأقارب. وبعد كلمة موجزة من طرف المنظم، قدم السفير الصيني لدى الجزائر يانغ وانغو شهادات الزواج للأزواج الجدد. عزيزي، أحب أفضل شعراء قال: أدعو يدي بيدك جنبا إلى جنب معك لنكبر معا. أتمنى أينما كنا يمكننا أن ندعو يدي بيدك إلى الأبد. ويوجد أكثر من 40,000 صيني يعيشون ويعملون في الجزائر، كثير منهم شباب في سن الزواج، وبسبب كثافة عملهم ليس من السهل دائما بالنسبة لهم العثور على زوج أو زوجة. وتعتبر مثل هذه الأحداث تشجيعا للشباب للعثور على الرومانسية في بلد أجنبي. مقارنة مع الصين، قد لا نكون قادرين على تمتع بحياة لطالما حلمنا بها، لكننا هنا الحياة البسيطة تجعلك تتمتع بالهدوء والحناء. لديك الوقت للتفكير في مستقبلك، إنها ذاكرة لا تنسى بالنسبة لنا لعيش وعمل وزواج في بلد أجنبي.